تصطفلي، انا خايف على مصلحتك. يا غبية مش انت اللي تيجي تشتكي لي؟ شفت محمد بيرقص معايا وبيبص على الدانسر. مش عارفه. اوكي نو بروبلم. طب مش كنت تقولي قبل كده؟ انا ايش عرفني؟ لا عادي بقول لك، بالعكس مش بضايقني، ممكن تقول كده بس مره مرتين اوكي، بعد كده خلاص. طب خلاص الناس هيزهقوا. ايه رايك تنضم الحزب الاوكي يا لارا؟ انا زعيم. ايوه. ايه ده يا لارا؟ ايه ماما بتحبك اكتر مني يا لارا. ايه ماما ليه بتقول لك ايه؟ بتقولي خلي بالك من لارا قوي. ايه انا بحبها قوي وبوسيها لي. انا والله العظيم مش بتقولي لي خمس دقايق اكلمها والله العظيم. ده انا بصي بتعملي ازاي، بتقولي لورا يا ايه، فبقول لها مالها، بتقول لي خدي بالك منها وانا بحبها قوي، انا بحب لورا قوي خدي بالك منها. قلت لها وبصي لي عليها. ستار انت عامله مشكله ثانيه، ما عندها حدود. بتسلم عليكم كلكم كلكم كلكم. The thing is either two things, either الاداره accepts either they accept and we put Tanya in a group of three or they're gonna say no, one of the three of you have to negotiate with each other. So I'm gonna check now. ما خذ ذا البطاقة. If it's possible to put her in a group, not to ruin your idea. إذا فضيتي تنزلي لعندهم لتحت تشوفيها شو عم يساوي. مين هم؟ ميشيل وديالا ويحيى اللي عاملين جروب ثلاث أشخاص. ما هم عندهم فكرة كمان. وأنتوا عندكم فكرة. It's not fair إنه to break yours and to break theirs. طب نعمل شو؟ I'm gonna see if we can put Tanya مثلا with me and Zahid or with anyone else. Okay. If not, then I'm gonna see what we can do. Okay.